تشاهدون الآن. المعرض ما كانش بالنسبة لنا معرض ان انا اتفرج على الناس عرضية، اكتر كان ان انا معرض مع مؤتمر عايز اسمع الناس بتقول ايه في الجلسات. لو جيت بصيت على اكبر 1000 شركة في امريكا هتلاقي منهم مثلا 500 جايين من الريل ستيت. لو ما حسبتش مظبوط في الاول مشروع هيبقى صعب جدا، هتتعب جدا لسنين وسنين وسنين. في مائدة انفستجيت العقارية قدم المشاركين النهاردة رؤية مختصرة لدعم صناعة العقار، وناقشوا خلال الجلسات مجموعة من الملفات المهمة كان على رأسها زيادة الاستثمار في مشروعات بيوت الأجازات وأليات تمويلها وتسويقها وتعزيز دورها في دعم تصدير العقار واستغلالها في زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم للسوق العقاري المصري. جلسات انفستجيت ناقشت كمان التحديات اللي بتواجه دخول الصناديق العقارية للسوق المصري وتأثير ارتفاع أسعار الفايدة على صناعة العقار وأزمة غياب تمويل المشروعات اللي تحت الإنشاء وأهمية تقديم حوافز المطورين الملتزمين وتشجيعهم على تبني مشروعات العمارة الخضراء بالسوق العقاري وإقرار آلية جديدة وقوية لتسويق المشروعات الساحلية. المهندس هشام شكري المؤسس والعضو المنتدب لشركة رؤية القبضة للاستثمار العقاري ورئيس المجلس التصديري للعقار واحد من أهم المشاركين في مؤتمر انفستجيت، كلمنا بالتفصيل عن أهم الملفات اللي اتناقشت خلال المؤتمر وقدم للمطورين مجموعة من المقترحات المهمة للنهوض بصناعة العقار. حضرتك من أوائل الناس اللي رسموا الخطوط العريضة اللي مشي عليها كل المطورين من بعدكم، عايز أعرف من حضرتك إيه أهم الاختلافات ما بين السوق العقاري في بداياته والنهاردة؟ نقول السوق العقاري في بداياته، يعني أنا ابتديت يعني المجال يمكن سنة في التسعينات سنة 92. السوق العقاري زمان كان بيعتمد على المطور نفسه هو اللي بيبيع، ما كانش فيه شركات تسويق، ممكن كان في شركة أو اتنين بالكتير، ما كانش في هذا الكم من المسوقين، ما كانش في مطورين كتير، ما كانش في هذه العروض التسويقية اللي بتخوف شوية، يعني كنا كلنا بنبيع أقصى حاجة على 3-4 سنين حتى تسليم المشروع. الحاجة التانية إن كنا بنشتغل في ماركت بالذات من سنة 2000 في الألفينات كان ماركت مستقر إلى حد كبير من ناحية قدرتك على التسعير المستقبلي للمشروع، ما كانش فيه طفرات عالية في ارتفاع تكلفة مواد البناء، كان ممكن تحسب حسبتك على 10-15% سنويا بالكتير في ارتفاع أسعار مواد البناء، ما بتأثرش على مدة طويلة فالريسك عندك بيقل. كان في شغف، الناس اللي كانت بتشتغل في ريل استيت كان عندها شغف بالمهنة، عندها حب ان يعمل مشروع حلو، كان في لويالتي اكتر للناس اللي بتشتغل في قطاع التطوير العقاري. لويالتي من مين لمين؟ لويالتي من المطور للمستهلك، يعني كان كل واحد بيخاف قوي على زباينه مش عايزهم يطلعوا بره. كان في لويالتي من الموظفين اللي بيشتغلوا في القطاع في الشركات، يعني ما كنتش تلاقي في ظاهره دلوقتي بحسها ان الناس بتقعد بالكتير سنة في شركة وتمشي بذات القطاع مبيعات والتسويق والحاجات دي كلها. أنا أفتكر ده فعلا جدا، يمكن في سيتي سكيب أول واحد سنة 2008 كان كل بوث مقفول على نفسه، كان التيم ثابتة، يعني كان التيم زي ما بتضغط تيمز السيل مفيش حد في ولاء، يعني التيمز كل شركة عنده ولاء رهيب بشركته وقاعد فيها بقاله 6-7 سنين بيدافع عن مشروعه. بالعكس المعارك كان بتقرب التيمز لبعض بيبقوا أصدقاء، بس ما كانش في حركة التنقل اللي بنشوفها السريعة ان النهاردة تشوف فلان وفلان مثلا في الشركة دي وبعد سنة فجأة تلاقيهم في الشركة دي وبيكملوش سنة كمان. بالظبط، حصل طفرة ممكن بقول من 2015 في ظهور عدد كبير جدا جدا من مطورين جداد، دي حاجة صحية. حصل طفرة في شركات التصوير العقاري، حاجة صحية كعنوان، بس أنا عايز إن هذا الكم الكبير اللي دخل في هذا القطاع يفضل في قطاع الناس اللي حباه بجد، اللي مش عاملاه محطة لأن ده قطاع بيشتغل وبيكسب فلوس كتير فأنا محطة وبعدين أروح أعمل حاجة تانية. حضرتك النهاردة رئيس المجلس التصديري للعقار، إحنا فين في تصدير العقار؟ المشكلة إن إحنا بناخد تصدير العقار ككلمة ونحط كل حاجة جواها، لا هو لازم نفصص الأنواع المختلفة علشان نعرف كل حاجة ليها خطة. مزبوط. يعني بمعنى نمرة واحد نفصص التارجت كلاينت، نشوف مين كلاينتس أكتر كلاينتس بيشتروا عقار بره بلدهم وكل واحد ليه طريقة تعامل مختلف، فالأسواق اللي ممكن نروح لها اللي هي أكبر أسواق بتشتري بره بلدها الخليجي الروسي
الانجليزي الاسكندنافيان ويجوا بعدهم ايه شمال اوروبا. طيب ايه المنتج اللي بيتصدى؟ مختلفين. في منتج بيقبل عليه صناديق العقارات، صناديق العقارات ده لوحده ده كلاينت لوحده شايل 50% من السوق، يعني 50% من السوق العقاري التصدير العقاري بيشيلوا صناديق. الصناديق هتاخد ايه الصناديق؟ ما لازم نعرف الصناديق هتاخد ايه؟ الصناديق هتاخد مباني تدر ربح، تدر ايراده منتظم. يبقى الصناديق هتتكلم في مباني اداريه وتجاريه، وابتدت تتكلم انا بتكلم وورد وايد بقى، ابتدى يبقى في صناديق بتتكلم في مباني صحيه ومباني تعليميه. ابتدى يبقى في صناديق بتتكلم في سيرفيس ابارتمنتس. يمكن انا قلت حتى في النهارده في انفستجيت قلت لهم من حوالي شهرين عشان بحكم ان احنا بنتكلم على السكند هوم يعني. قلت لهم من حوالي يمكن شهر او شهرين صفقات عملت من بلاكستون. بلاكستون من اكبر صناديق العقاري في العالم يعني. عامل صفقه بحوالي 2.5 مليار دولار صفقه واحده بيشتري سيرفيس ابارتمنتس بس. الصفقه كلها سيرفيس ابارتمنتس وهو يعيد تاجيرها للسياح لان في اتجاه جامد قوي للسياحه العالميه بيروحوا اكتر للابارتمنتس عن الاوض الفندقيه التقليديه. لو بنتكلم على انديفيدجوالز هيشتروا سكند هوم ده ليهم طريقه ثانيه. يعني انا النهارده عايز ابيع انديفيدجوالز مثلا في البحر الاحمر مثلا كاجانب لان هم البحر الاحمر ديستنيشن اكتر للاجانب، الساحل الشمالي للخليج اكتر. لازم احدد. مظبوط. يعني انا النهارده عشان اجيب اجنبي اوروبي للساحل الشمالي مفيش داعي اخش المنافسه دي، هخسرها. عوائد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة ودورها في تغيير شكل التطوير في منطقة الساحل الشمالي كان من الملفات اللي اتناقشت في جلسات انفستجيت، واللي كلمنا عنها هو الأستاذ أيمن عباس رئيس مجلس إدارة شركة أم سكوير باعتباره واحد من أهم المشاركين في مؤتمر انفستجيت النهاردة. الريل استيت بالنسبة للبورتفوليو بتاع اللي حضرتك اشتغلت فيه شايفه ازاي؟ في سيكتورز كده في العالم هي يعني من اقدم السيكتورز اللي خلقها ربنا زي ما بيقولوا من اول بدايه البني ادمين، وكان في سيكتورز معينه موجوده ما اتحركتش منها ريل استيت. لو جيت بصيت على مثلا اكبر 1000 شركه في امريكا هتلاقي منهم مثلا 500 جايين من الريل استيت، فهو سيكتور مهم جدا. احنا بنبني يعني الشركه الانفستمنت بتاعنا في الريل استيت بقاله يمكن دلوقتي حوالي على الاقل 20 سنه او 18 سنه الشركه، فهي النهارده ابتدت يبقى تبقى فيري ويل ديفلوبد ان احنا نبتدي بقى ايه نفكر ازاي نخش في المرحله التنافسيه بمنتج نكون راضين عنه. حضراتكم عندكم مشروع من المشروعات المميزه في الساحل الشمالي وهو مشروع المصيف. انت شايف اعاده تشكيل الساحل الشمالي اللي بتحصل دلوقتي راي حضرتك فيها ايه؟ بيصعب عليا جدا ان انا النهارده مثلا في اسبانيا في اللي هو الكوستا ديل سول او الشاطئ الجنوبي بتاعهم ده على طول في حياه. ليه؟ عشان هو مش معتمد على الصيف، مش معتمد على السياحه الصيفيه، لا معتمد على حاجات كتير جدا. وبقى كبير بمطاراته بالإنفراستراكشر بتاعته إن هو يبقى طول السنة أنت بتروح أي وقت كل حاجة شغالة، مفيش حاجة مش شغالة. وهو ده اللي مشروع رأس الحكمة I think إن هو ده اللي هيعمله. يعني أنا ممكن عادي خالص إن بعد مثلا 10 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين يبقى أنت عايش هناك مش عايش في القاهرة. النهاردة وحضرتك أول مرة تحضر انفستجيت وهو مؤتمر من المؤتمرات العقارية المتميزة في مصر، إيه اللي حضرتك شدك النهاردة في المؤتمر؟ اللي شدني النهاردة في المؤتمر إن احنا بنتكلم على تصدير العقار، حاجة مهمة جدا بس على قد ما هي كلمة صغيرة وكلمة بسيطة ولكن هي محتاجة استراتيجية من الدولة. أنا شايفها من اللو هانجينج فروتس أو الفاكهة اللي هي ممكن نقطفها بسرعة وتجيب لنا دولار بسرعة للبلد. هو موضوع ممتاز، فإحنا بيقولك أترك الحديد وهو ساخن، فهو النهاردة إحنا أحسن وقت كلنا نتكاتف عشان نترك هذا الحديد عشان مصر يبقى عندها مستقبل جامد جدا في حتة بتاعة تصدير العقار، واللي هتجيب عملة صعبة وهتجيب حاجات كتير جدا مهمة جنب كمان تصدير العقار عشان الرجل اللي جاي ده هيشتري منك حاجة. قابلنا كمان السيد عمرو القاضي المؤسس والعضو المنتدب لشركة AKD الاستشارية وعضو المجلس التصديري للعقار، كلمنا عن توقعاته عن أسعار الوحدات خلال الفترة اللي جاية وقدم للمطورين مجموعة من النصائح المهمة قبل تنفيذ المشروعات. أستاذ عمرو النهاردة حضرتك خبرة كبيرة جدا في شركات من أكبر شركات مصر في الريل استيت
وبتدير معاهم النهارده راوند تيبل في موضوع هام للغايه. عايزين حضرتك تعرفنا اكتر عن موضوع الراوند تيبل النهارده كنت بدير راوند تيبل. تقمصت دورك شويه النهارده وكنت بدير راوند تيبل عن الاستثمار في مقاصد العطلات السكند هومز. الراوند تيبل الاولانيه كانت الحوار عن كل ما يتعلق بالسكند هومز من ناحيه الاراضي، بدءاً بالأراضي والتأسيسات المطلوبة ليها، آليات التسويق الجديدة للفترة اللي جاية، أداء الاستثماري لمقاصد العطلات سواء من ناحية المطور أو من ناحية المشتري. يعني عدينا على مواضيع كتيرة قوي وتناقشنا فيها وطرحنا أفكار وطلعنا بتوصيات، وكان الحكومة ليها تمثيل وده كان حاجة إيجابية جدا لأن كان الحوار مفتوح، يعني وجهات النظر كانت مفتوحة واتسمعت مباشرة. تانية، إيه أهم التوصيات اللي طلعتوا بيها من خلال مناقشاتكم في الراوند تيبل؟ سكند هومز في مصر كان من أول الحاجات اللي كنا من الحاجات الكبيرة اللي كنا أخدت حيز كتير في الكلام، كان موضوع الإلزام الشق الفندقي في المشاريع السياحية أو مشاريع هيئة التنمية السياحية. فده أخد جزء كبير من الحديث ومن الأفكار والطروحات إن هو إزاي يتم التعامل معي. ده كان موضوع رئيسي. كلمنا تاني عن تأثير استقرار سعر العملة أو استقرار سعر الجنيه وتأثيره على الأسعار، وهل الأسعار هتتحرك الفترة اللي جاية ولا هتثبت، هتطلع ولا هتنزل، وهل شايفين فعلا الأسعار هتنزل ولا هتطلع ولا هتستقر زي ما هي. الأسعار هتظل في الاتجاه بتاعها الطبيعي إن هي هتتصاعد مع تصاعد التكلفة، فطول ما التكلفة بتتصاعد هي الأسعار هتتصاعد. فده يعني التوجه إن الأسعار هتزيد. وبخصوص الراوند تيبل التانية، إيه اللي مختلف فيها ناقشتوه عن الراوند تيبل الأولاني؟ الراوند تيبل التانية كانت على عدد أصغر من المطورين والمستثمرين، وكان نقطة التركيز فيها على الاستثمار بشكله الكبير أو بحجمه الكبير في المقاصد العطلات والسكند هومز وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها والفايدة اللي راجع منها. طبعاً بخبرتك الكبيرة في المجال العقاري والنهاردة أنت تملك شركة استشارات متخصصة، إيه النصائح اللي تقدر تديها للمطورين في الظروف الحالية؟ يعني أعتقد هما النصيحتين طول الوقت موجودين. النصيحة الأولانية اختيار المكان، ده عنصر أساسي في اختيار المكان. تاني حاجة على طول الحسابات، يعني لازم الحسبة تتعمل حسبة مظبوطة لأنه دي أهم حاجة ودي أصعب حاجة. لو ما حسبتش مظبوط في الأول مشروع هيبقى صعب جدا، هتتعب جدا لسنين وسنين وسنين. بعد كده في الشق التنفيذي، سواء تنفيذ من ناحية التكلفة والإنشاءات، تكلفة المنتج والإنشاءات والأرض وكذلك، والشق التنفيذي بقى من ناحية تانية في ناحية تسويق ومبيعات ونجاحك في برضو في الشق التاني. تشاهدون بعد قليل. النهاردة حجم المبيعات التعاقدية تعدت تقريباً التريليون جنيه. كله دلوقتي رايح في اتجاه المحافظ، انك انت بتمول شركات التطوير العقاري في حد ذاتها. لازم نوجه الاهتمام للاستثمار في السكند هوم، فعلاً ده فرصة للاستثمار في القطاع العقاري.